سوى إدراكه. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا صحيحة سليمة. كنت لسه بقول دي برضو من لمحات هذه السفرة، أن علامة سلامة القلب ألا يشتهي سوى مراد الله منه. القلب السليم لا يتشهى إلا ما يريده الله، تبقى مراد الله منه هي شهوته، دي علامة القلب السليم. فلذلك إذا قلنا هل القلب السليم يقبل الحق، نقول إن القلب السليم إذا عرف الحق قبله، ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. يدرك هو ده الحق تلاقيه بيحبه، يقول أهو أنا مش كنت ما كنتش أعرف أنا بحب ده ليه، عشان حق، يطلع بيحبه، بيحب الحق ويؤثر الحق ويقبل الحق. فقط بس بين القلب وبين هذا أن يدرك أن هذا هو الحق. لذلك تجد أن القلب السليم صحيح الإدراك للحق، تام الانقياد للحق، خالص القبول للحق. عشان كده سبحان الله العظيم قال رسول الله صل عليه، أنا عايزك تزيد الصلاة على النبي شويتين يا كسلان، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مشغول من الناس اللي معانا دول يصلي على النبي، واللي مركز معانا يصلي على النبي برضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الاسم ما حاك في صدرك، استفتي قلبك. بس قلنا هي مش لعبة، سبحان الله العظيم. وانا مسافر شفت حلقة على قناة من القنوات، حلقة مستضيفين واحد وبيقولوا له بيسألوه، فقال انا مش مفتي بس انا لما بأسأل بجاوب. فطب انت بتجاوب ازاي؟ قال اصلا انا مش على علم، لكن انا بسمع من ده ومن ده ومن ده وبجاوب. طيب اذا كان ده وده 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 مختلفين انت هتختار ايه؟ قال استفتي قلبك. هو ده الضلال الواقع في الأمة في هذه الأيام. استفتي قلبك، هو أي حد كده يستفتي قلبه؟ ده القلب السليم هو اللي يستفتى. أما القلب المريض لو أنا استفتيته يوديني فين؟ جهنم. القلب الضال هيضلك. ولذلك أنا الكلام ده قلت قبل كده في تفصيل طويل مش عايز أعود إليه الليلة، خلينا نتكلم عن سلامة القلب، لكن مضطر له إن قضية استفتي قلبك، الإثم ما حاك في صدرك، أن الصدر غير السليم قد يحيك فيه الحق. بلاش دي، أن الحق قد يحيك في صدر الجاهل. والدليل معايا دليل حديث زر ابن حبيش في صحيح مسلم، قال حاك في صدري أمر المسح على الخفين، فأتيت صفوان بن عسال فقلت أنت رجل كنت كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء في المسح على الخفين؟ قال نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا ويوم وليلة للمقيم إلا من غسل أو جنابة.
يبقى زر بن حبيش حاك في صدره أمر المسح على الخفين وهو سنة. يبقى إذا حاك في صدره أمر المسح على الخفين يبقى غلط. لا، الغلط فيه، الغلط عنده، العيب في جهله لأنه طلع سنة. فقد يحيك في صدر الجاهل، قد يحيك الحق في صدر الجاهل. فهمت؟ يبقى مين اللي يستفتي قلبه؟ العالم صاحب القلب السليم المخلص لله يدله الله. وإذا زعمت أنك مخلص فهيهات، من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الشاهد، كل ابن آدم خطاء. عمم كلمة خطاء دي، إن الشيخ فلان والإمام فلان والعالم الفلاني والعلامة الفلاني بشر، بني آدم خطاؤون الكل. لكن أميز ما في هؤلاء الأكابر أنهم رجعون للحق، يقبلون الحق في أي لحظة. يقال له أنت غلطان، يلتبت إلى الله، رجعت عن قولي. كله يعلن إمام الشافعي عن الأئمة الأربعة، الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثبت عن الأربعة: إذا جاءكم من قولي ما يخالف كتابا أو سنة